السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نراويكم أحد الاكتشافات الجديدة وتوثيق لأحد النقوش والكتابات اللي موجودة في منطقة قدفة. لو تلاحظوا معايا هذه الكتابات، طبعا سابقا في هذا المنطقة كان يوجد بري يستخدم للحراسة، وهذه الكتابات تدل على أن هناك كان رجال يحرسون المنطقة. مثل ما تلاحظوا هذا رجل مثل أنه كان حارس، وهذا عبارة عن كلب أو حيوان، هو يدل أكثر على أنه كلب. وبعض الكتابات طبعا هذا التوثيق من قبل فريق الوشق الإماراتي. وطبعا هذه المنطقة معروفة تاريخها وحضارتها القديمة، منطقة قدفة وهي تابعة لإمارة الفجيرة. طبعا مثل ما تلاحظوا هذه الكتابة تاريخية ورسومات.